السلام عليكم، معاكم اليوم عمر او كابتن الامارات. اليوم عندنا فيديو جديد من سلسلتنا سامبوسا يونايتد، الحلقة الثالثة يا جماعة. فاليوم عندنا حلقة جديدة من سامبوسا يونايتد. طبعا اللاعبين، طبعا اذا انت تبغى سامبوسا لا تنسى تسوي اشتراك في القناة وتفعل زر التنبيهات. الحين صعدنا 3020 مشترك يا جماعة. في نفس اليوم اللي انا اصور هالفيديو بس يوم بعد شباب الاهلي والوصل اللي بتكون في استاد زعبيل. خلونا نبدا هذا الفيديو بتواجد ابراهيم فورد في قائمة الهدافين بست اهداف من 8 مباريات، وهالشيء ممتاز. لاعب يعتبر مهاجمنا الاساسي. نحن في المركز الثالث، عندنا 5 فوز 3 خسائر بدون تعادلات، 16 هدف مسجلين و8 اهداف استقبلنا لين الحين. يعني الصراحة يعني دفاعنا يعتبر من اقوى من توب 8 اللي تشوفونهم هني. ففوقنا كارلايل يونايتد وروتش ديل. فمباراتنا اولى بتكون ضد هذا الفريق، انا ما ادري منو هو. وايضا يعني بنحاول نخلص شهر اكتوبر، وعندنا اول مباراة في الشهر الجاي ضد كارلايل اللي هو المركز الاول في الدوري. خلونا نسير عند هذه المباراة ونسوي لها سكيب عن طريق الجدول، وايضا نشوف احصائيات اللاعبين ونعطيهم خطط تطوير، لان ما اعطيناهم خطط تطوير. تخيلوا ان اللعيبة عندنا ما عندهم اي خطط تطوير. يعني تشوفوها يعني على سبيل المثال، خلنا نشوفها ايضا هني. يعني من اكثر لاعب مسجل اهداف عندنا ابراهيم فورد، مسجل 7 اهداف من 13 مباراة. اما هني عندنا برنات مسجل 6 اهداف من 13 مباراة، وايضا مع 5 اسيستات. فاهم؟ ويلر عنده 3 اهداف و3 اسيستات، توبن عنده 3 اهداف، انا ما ادري كيف يعني هو مسجل فيه صح، هو مسجل في البطولة الودية. سيمونز عنده 2 و3 اسيستات، سافج عنده 4 اسيستات، ثاني اكثر لاعب سوى اسيستات في النادي. انجرام عنده 2 اسيستات، ويلكن سجل، وايضا ثرون سجل. ثورن. حاليا خلينا نروح نعطي اللاعبين خطط تطوير. اوكي، حاليا خلصنا على مدافعين، على كل لاعبين الفريق حطينا لهم خطط تطوير. فعندنا ترينمي روفرز، هذيل الفريق يعني لازم نفوز عليهم، فريقنا بفورمة ممتازة. نبدأ الحلقة بفوز ابراهيم فورد. سجل برنات، ضيع بلنتي، وبالدي حصل كارت احمر. وحش بالدي، يعني حبيبناك عشان تكون لاعب ممتاز وفي الاخير انت صرت لاعب يا اصاباته، وانك يعني تكون يعني لاعب من الاثنين، يا اصابات ياها. كرة حمراء. المهم خلينا نروح لاول مباراة ممكن نلعبها في هذه الحلقة في شهر اكتوبر يا جماعة. كارلايل يونايتد ضد سامبوسا يونايتد، المركز الاول ضد المركز الثاني. هو المركز الاول ضد المركز الثالث. كارلايل يونايتد اعطوني اللي عندكم. اوكي، هذا هو كارلايل يونايتد، 6 من الاهداف ضده في 9 مباريات. اوكي، وهذا هو فريقنا في الحماء، 17 من الاهداف مسجله في 9 مباريات، سجل 17 هدف في 9 مباريات، ومستقبله 6 اهداف من 9 مباريات. اقوى هجوم ضد اقوى دفاع. كارلايل يونايتد ضد سامبوسا يونايتد في ملعب كارلايل، وهذه مباراة نلعبها بطقمنا الثاني يا جماعة. طقمنا، وهذا هو واحد من لعيبتهم. يدخل لاعبين الى ارضية الملعب، اليساندرا، جيبسون، توري، هذيل لاعبينهم. وهذا ابراهيم فورد مسجل 7 اهداف لين الحين، يعني متوقع ان يسجل 51 هدف في الموسم.
والله نايس. وهذا هو إبراهيم فورد اللي قدم مستوى ممتاز، يقدم ولا بعد مستوى تشكيل ممتاز مع الأساسية الفريق أصعب لعبة. حاليا. هو اللي فوزنا في فريقه المباراة اللي يحتاج طافت، تشكيلة هو أكثر اللي لما تركيزا ألعب فيه وتحديات يكون بديلية ومحاولة مهاجم ممتاز. للتسلل ناجحة. كان في أول حلقة، يعني كان في أول مباريات، يعني كان مو متأقلم مع الفريق، عندهم لاعب في الوسط اسمه جاي. يا في أجواء خلنا كبيرة نلعب هذه نشهد المباراة، انطلاقة هذه المباراة إن بعد شاء ضربة الله جزاء. إن شاء الله نفوز فيها، إن شاء الله نسجل. برنت نبغى منك مستوى، إبراهيم فود نجم نبغى منك مستوى، نبغى مستوى من كل لاعبين الفريق. وكرات لرايلي تحتل الكرة في الوقت فورست المناسب. يخلصها، اللاعب اللي مو بسريع وايد. الكرة يلعبها ماذا تدويلة سيفعل اليوم؟ ماكونفيل، ماذا عرضية يفاجئ إبراهيم فود، المتابعين؟ والعرضية كرة الرأسية في الطوال، العارضة، كرة أول هجمة العارضة، من سمبوسة يونايتد في العارضة. النتيجة تستمر على أوكي، حالها. عادت لفريق كارلايل يونايتد. كارلايل يونايتد يلعبها للجاي ما اللي التراب، موجود ماكدونالد. عد كرة عادت الوجه الكرة الخطيرة، والكرة لهم، كرة تمريرات الهدف تحتل تتخلص من الكرة بالدي الطريقة وحش، لطريق الكرة الجول بداية. ردت لهم يا سيدي تتخلص الكرة من اليوم مع بالدي. دفاع قوي الله جدا. عليك يا أليكس بالدي، الكرة هذه ما كانت المفروض تلعب منك يا إبراهيم فورد. الكرة عادت انجرام، إلى انجرام الأخير بينية، المباراة على برنت التوالي. عند الكورة، برنت برنت كرة عرضية كرة ملعوبة رأسية من بشكل رائع، سافيج، شوطة رأسية ممتازة. في المرمى. يا سلام، 1-0، 1-0 من فريقنا، 1-0 من سمبوسة يونايتد في هذه المباراة الكبيرة. 1-0، أنا شعور تستاهل بالفوز كبير سمبوسة يا بالنسبة لي بعد سافيج، هذه التوقيتات تستاهل سمبوسة الجميلة. على هذه الرأسية، الفعل أنجز على هذا بشكل الهدف رائع. الأول. 1-0 في هذه المباراة. بنعطيك سمبوسة بعد هذه المباراة بمناسبة إذا يعني خذينا الصدارة. الله عليك يا سافيج، مدرب الله الأخير على سيأتي سمبوسة بالتأكيد يونايتد، للهدف الله عليك يا الأخير برنت اللي والتأكيد يسوي الأساسي اسيست هذه السادس في المباراة. الموسم. هذا بنزيما مو برنت، يعني بنزيما يسوي اسيستات، برنت عندنا اللي يسوي اسيستات مع انه هو مركز مهاجم. ليتس جو، هذا اهم شيء، إذن ان أولاً نواجه سجلنا المواجهة الهدف المشاهدين الاول. ومتابعينا بمحاولة جيبسون، الدفاع بشكل ممتاز. جيبسون تسديد تسديدة ومارس يمرر الكرة من يخلصها، أمام بيكر، الجول. سيمونز، سيمونز يلعبها، ابراهيم فورد، تحرك هجومي من ابراهيم يونايتد في فورد، هذه اللحظات. ابراهيم فورد تدي ويلر هناك، عرضية ويلر قوية هناك، ويلر وتسديدة هناك، كبيرة ويلر للمرمى. هناك، ويلر يسجل الهدف الثاني. 2-0، 2-0، كارلايل يونايتد في الصدمة. كارلايل يونايتد لين الحين خسرانين 2-0 من فريقنا. تستاهل سمبوسة يا تيدي ويلر، سمبوسة لك بعد المباراة. هدف ثاني 2-0، الله عليك يا تيدي ويلر، الله عليك يا الجناح اللي عمرك 34 يسجل هدف ثاني. هو من شكله صغير بس عمره 34، انا ما ادري إذن كيف. عودة لمباراة استحواذ اوكي، سلبية ماكونفيل رغم هذه تتخلص المحاولة منه. استحواذ، إلا أن ترجم اوكي، الهجمات برنت، إلى فرص وهدف الدور برنت، الأخير موجود. وبهذا الشكل برنت، لن يتمكن برنت الفريق يلعب الجاي من لسافيج، التقدم بالتغييرات سافيج، الهجومية. سافيج ما عنده دفاع، ما عنده يمرر دفاع، الكرة ما في عنده دفاع، خلف ما عنده دفاع، المرمى. ما عنده دفاع. يا وين الدفاع؟ سلام على دفاع هذا كارلايل الهدف، يونايتد ما على موجود، الإبتسام مو موجود. والإبتسام على وابراهيم فورد الإبتسام. يسجل تسديدة الهدف الثالث. 3-0، اليوم بنشوف تستاهل سمبوسة يا تحول ابراهيم الأمور فورد. شوف ومنافسة الكرة قريبة كأنها تسديدة، يمكن الضيع حتى الفرصة. حارس ما سوى شيء، حارس ما سوى شيء، ولا حتى في دفاع في كارلايل. كارلايل مهاجمين هجوم، يعني هجوم ممكن يعتبر هجوم قاتل. انا بقول لكم انا بزيد صعوبة النتيجة بعد لا تحتاج المباراة. تعليق. ماليش، ماليش يلعبها، توري، توري، ماليش تسديدة صدالها بيكر، التسديد أي حارس وحش مرمى بيكر. يتردد. فورد، ابراهيم فورد يلعبها البنات، كرة برنت التعديل البينية تهجم في حلوة. المرمى يلا تيدي وتبدأ ويلر، تدخل في تيدي الضغط. ويلر، كرة والكرة ممتازة في العارضة. تصنع الفارق مشاهدينا. كرة تقدم بأنها ستكون هدف، لكن سوء الحظ.
هكا ويلا خلص ويلا خلص ويلا راح ويلا ممكن سجل هالمرة وسجل هالمرة هدف رابع في هذه المباراة ويلا يعطيها سي هدف رابع 4-0 في هذه المباراة. بكل اختصار اقدر اقول ان المباراة انتهت, سامبوسا يونايتد فاز في المباراة بكل اختصار. ف يا ها هو جمهورنا فاهم, بس خلاص انتهت المباراة انتهت المباراة. خلينا ننتقل للنتيجة, 4-0 فزنا ومتوقع ان تدري ان احنا في الصدارة. فام يا عندنا مباراة ميسون برنت, خلينا نشوف شو مكتوب هني. برنت متصدر تمريرات الحاسمة 5 مساعدات في 10 مباريات, 0.50 نسبة تمريرة حاسمة في المباراة, 7.5 متوسط تقييم المباراة, ومهداف يسجل هدفين. فاهم والله نايس يعني فاهم يا خلنا نسوي سكيب لمباراة موركام يونايتد, خلنا نروح للمباراة ونسوي سكيب من هناك يعني. مباراتنا ضد موركام في بطولة بابا جونز, يعني حرفيا اسم بطولة على اسم مطعم, وفزنا فيها. ابراهيم فورد ويلا سجلوا, وهم سجلوا من عندهم لاعب اسمه ولدك. فاهم يا فزنا في هذه المباراة اللي هي تعتبر مباراة على بطولة, فاهم نحن ممكن نجيب بطولة ليش لا. فاهم يا عندنا تقرير مراقبة الشهري, خلنا نشوف اذا في لاعبين من الهند عندهم ممكن يكونون زينين. هذا ممكن يكون زين, نتعاقد معه حارس. هذا لا هذا لا هذا لا وهذا ايضا لا. طلع لنا لاعب من هنا طلع لنا لاعب من هنا بس بالاخير هو حارس. ف يا اللاعبين هذا ما اعطيتهم اي خطه تطوير يعني. اوكي هذا مهاجم خلي اعدل على انهاء شوي, وهذا مجنومي خلي اعدل على انهاء بعد, وهالحارس الهندي خلي يدرع يعني خلي يدرع يعني يكون حارس مرمى. فام يا عنا مباراة الجاية بتكون ضد سويندون, فام لاعبين مو بوايد مجهزين حق المباراة, بس سويندون مركز 14 ان شاء الله نفوز في هذه المباراة. تعادل 1-1, ابراهيم فورد سجل في الاخير, هم سجلوا علينا في الدقيقة 86. اوكي المهم من ابراهيم فورد يعني تدريجي في وات يعني اعرف كيف يعني انت يا بنات معصب ان نحن نبدلك. انا ما ابدلك يا ابراهيم فورد. فقال لي يونايتد خسروا, يب قال لي يونايتد خسروا, نحن المركز الاول. ف سكوثام هذا الفريق انا ما اعرف شو اسمه بالضبط, اسمه سكوثام شيء سكانثورب سكانثورب, فريق في المركز 24. نسوي سكيب ونفوز يعني بالتأكيد. فزنا 2-1, جوردن سجل, ومنو سجل هدف الأول؟ برنت هالمرة. فاهم ايضا يعني خلوني اتذكر انا نسيت احط ازيد الصعوبة عالمي, هي الصعوبة اللي نحن نلعب عليها الحين, هي نفسها الصعوبة اللي انا العب عليها غالبا. عندنا ليتن اورينت ليتن اورينت سكيب, فاهم تشوف هل بنفوز. فزنا 2-1, بالدي سجل وابراهيم فورد سجل, هم بدأوا التسجيل. فاهم يا بعد يسجل ابراهيم فورد سجل, لا نزال في صدارة الدوري. فاهم يا عنا الحين مباراة ضد منو؟ ضد سالفورد سيتي. انا اللي عرفته
من معلومة سابقة أن اسم سولفورد سيتي مو بسالفورد، فيا أنت تشوفونه مكتوب سالفورد بس بالنطق سولفورد. فيا هاي معلومة أكيد ما تهمكم، معلومة من كابتن الإمارات في نص فيديو سمبوسة يونايتد. فيا إبراهيم فورد 10 أهداف في هذه في هذا في الدوري، ونحن المركز الأول. فهداف الدوري هو إبراهيم فورد، عدنا تستاهل سمبوسة إبراهيم فورد، تستاهلون سمبوسة كل فريقنا بما أننا نحن في الصدارة، في الصدارة سمبوسة في الصدارة. فاهمين، خلينا ندخل هذه المباراة على طول. ليتس جو ضد سولفورد، ثاني مباراة في الحلقة وضد المركز الرابع. ليتس جو. واضح من الأجواء الحالية هنا في ملعب المباراة أننا بانتظار مباراة. أوكي، هذا في حد ينظف الملعب ودخول جمهورنا، جمهور سمبوسة يونايتد. يا سمبوسة سمبوسة سمبوسة. يا دخول لاعبين لأرضية الملعب، أتوقع هذا برنت أو فورد على مسوي له تيفو. فاهم، سمبوسة يونايتد ضد سولفورد سيتي، مباراة تعتبر مباراة قوية في هذا في ملعبنا، ودخول لاعبينا بالجاكيت، وهذا توقع هو ماكونفيل اللي هو يعتبر الكابتن الحين، او فورست ولا منو؟ توقع فورست، فورست لانه توقع فورست هو الكابتن عندنا. فمدافعنا فورست هو اللي موجود على التيفو هني، وهذا هو ابراهيم فورد هداف الدوري مع برنت وتيدي ويلر. فهذا هو لاعبنا، تشوفون هذه تشكيلتنا اللي هي تشكيلة 4-3-3. ف يا هاي تشكيلتنا، فورست هو الكابتن، فورست هو اللي موجود على التيفو اليوم. نبغى منك اداء ممتاز يا فورست، الجمهور حاطنك تيفو، يعني من كل اللاعبين حاط فورست هو التيفو. ف انا كنت اتوقع انه بيحطون ابراهيم فورد او برنت، لان اثنيناتهم مقدمين مستوى ممتاز هذا الموسم. ف يا خلينا نبدا المباراه. اعتقد تمريره لسولفورد، سولفورد تسديده صدها بيكر. اوكي، اول تسديده لهم يصدها بيكر. اوكي، اعتقد لمصلحه فريقه، باصات باصات باصات، كرة تمريرة للوراء، وهذه كرة تسديدة، لكن بيكر يتصدى لها. كرة تسديدة، بيكر يصدها مرة ثالثة، لأن الحين سالفة دم اللي أخطر في المباراة يعني. كرة تسديدة وهدف أول، هدف أول لسولفورد. ينتهي الشوط الأول لنا الحين 0-1-0 لهم. فاهم، أنا بالنسبة لي أتوقع إني ببدل برنت، برنت أشوفه جدا جدا تعبان. ما ندخل توبن بالنسبة لي، لأن هذاك وايد وايد تعبان يعني. خلنا الحين، أنا سوري يعني، بس صح انه يعني في الاخير يعني الكيما بتكون حلو، تقولون حلوه وما ادري شو، بس انا بختار عاديه افضل. تشوف توبن توبن يا وحش. اوكي، ابراهيم فورد، ابراهيم فورد يلعبها، لكن لعبناها. سافج سافج. اوكي، ابراهيم فورد سجل التعادل. ابراهيم فورد يسجل التعادل 1-1 في هذه المباراة. ليتس جو. الله عليك، خطأ من مدافعهم، استغل الكرة. لعبنا سافج سافج، لعب الفورد فورد تسديدة في الشباك. 1-1، هدف 11 في الدوري. ليتس جو وحش ابراهيم فورد. اوكي، او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. اوكي خلصت. تيدي ويلا، تيدي ويلا يلعب لابراهيم فورد،
راهن فودي يلعبها حلوة. يلا توبن 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 يسجل. توبن يسجل 2-1. البديل يسجل. تستاهل سمبوسة يا توبن. هدف ثاني 2-1 ضد سولفورد. شوف الكرة العرضية. شوف توبن توبن تسديدة في الشباك. 1-2-1. ليتس جو وحش يا توبن. توبن يسجل الهدف الثاني 2-1. البديل الناجح. تعرفون منو سوى التبديل؟ انا افضل مدرب في التاريخ يا جماعة. يعني كرة اللعب لمصلحة فريقنا. كاتس خلص. حكم خلص المباراة أفضل لك. لأن نحن خلصنا الكرة. تنتهي المباراة. فزنا 2-1 ضد سولفورد. وفوز مهم بالنسبة لنا. 2-1 فزنا في هذه المباراة. ليتس جو. فزنا في هذه المباراة. 2-1 سوينا ريمونتادا عليهم. ابراهيم فورد سجل سوى اسيست. يا ابراهيم فورد نجمنا الاول اتوقع. يا نسوي ما نبغى ندخل المقابلات وهالاشياء لان احس شيء ممل. يا نحن في المركز الاول ب 31 نقطة. المدير المتميز توبن يلهم الفوز المتأخر. يا حاليا خلنا نروح لاخر مباراة في الشهر. بتكون ضد برادفورد سيتي اتوقع اسمهم. برادفورد اسمهم برادفورد صح؟ برادفورد مركز 18. يا حكا سريعة. خسرنا من لاعب اسمه عيسى. كامون. انجرام سجل. برنت سجل. ويلا سجل. هالمباراة ما بينقذنا ابراهيم فود اتوقع. فاميا لا نزال في المركز الاول. نسيت الهزيمة. كان ممكن بيكون يعني شهر ممتاز بالنسبة لنا. فاميا نروح لمباراتنا ضد كولتشستر. فما اتوقع يعني ان في فرق قوية هني. وممكن ايضا نختم الحلقة حاليا. اللي ابغى يشوفها مكتوب بتغيير يتوفر مراقبة المباراة وما ادري شو. اوكي ها. هذا لا. مراقبنا مو بسيء عشان يبلنا اللاعبين بهالسوء يعني لهالدرجة. ما في ميسي في الهند يعني. او كولتشستر المركز الثامن يعني. حاليا اصلح المشكلة بنفسي. شو السالفة؟ ماكنوفل في المنتخب. اخ لا. هي اوكي فندخل رافتي يكون بدال او ندخل واحد من اللعيبة يكون بدال هو جولدن. يا كولتشستر بما انه مركز الثامن انا بسوي سكيب وبتشوف يعني اذا صار اي شيء للفريق هذا. حماس كبير في ارضية الملعب والمباراة تنطلق رسميا مع ضربة البداية. يا اوكي الفريقين لا يسجلون. سجلوا اول هدف في المباراة. كولتشستر فايزين علينا. استمر في هذا السبب. واضح بان قرا خصمه بشكل ممتاز. ترك لهم الاستحواذ والسيطره. لا 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 وحش بيكر. فريق مثل كولتشستر ضغط ناجح في الامام. اكو تسديده تصدى على بيكر. بيكر نجم الفريق حاليا يعني. هكا حلوة. برينفورد مو متسلل. الكرة عادت. برنات تسديدة تتخلص من الحارس. ويلر
ويلر بنات بنات لويلر ويلر 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 تسديدة صدى الحارس. لا اوكي اوكي فريقهم يعني انا اللي اشوف ان فريقهم حرفيا يعني خمس دفاع او اكثر حتى، ولما خلص الكرة ترجع لهم. شوفوا خلص الكرة رجعت لهم كمان عرضية جاءت القائم القريب. لا مستحيل يا رب، شنو هذا؟ انت كنت زين في المباراة، شو صار لك في الهدف الثاني؟ يلا يلا ويلر ويلر تسديدة صدى الحارس. بنت بيطلع يدخل توبن. لا باص غلط، لعب بالغلط باص. اوكي خلص يا خلص خلص خلص، قلت لكم كل ما خلص الكرة كل ما خلص الكرة ترجع لهم. يا الله طبعا جمهورنا طلعوا من الملعب، يعني انتهت الضربة الركنية، نجحوا في الابعاد. خلص يا ابني يا ابني خلص، كرة خطيرة على القائم. كل ما خلص الكرة ترجع لهم، ولما اوصل للجول صيحة سوبرمان. توبن حرام على الباس اللي انت تلعبه هذا. الوقت المضاف هو تحديد هذه المباراة. رجعت لهم رجعت لهم. انا خلاص خلاص انا بلعب الكرة خلاص، انتهت المباراة. انا خسرت انا خسرت 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 2-0. بس يعني اللي صار في المباراة يعني شيء مو معقول، يعني الا الاقي الكرة الا انا شوت الكرة على المرمى الاقي ان الحارس يصدها، ولما اخلص الكرة تتخلص هم ترد لهم، ولما انا يعني الحارس شو كان يسوي في الهدف الثاني؟ ما اعرف الحارس شو كان يسوي في الهدف الثاني، فاهم؟ يا اول مباراة في الشباب ابتديناها بشكل ابدا مو ممتاز، فاهم؟ يا حاليا عندنا مباراة ضد هارتلبول المركز الرابع في الدوري. خلينا نبدأ هذه المباراة. غير مفاجئ صراحة حجم التركيز عليه اليوم. اوكي ابراهيم فود هني هذا هو هداف الدوري. خلص ابعد الكرة عن مرماه، لقطة خطيرة جدا امام المساحة في هذه اللحظات. وين الدفاع؟ وين الدفاع؟ ابغى اشوف الهدف. يا شوف كان لعبة باص وهدف. يعني ما بقول. يا سلام على اللوب. ها شوف 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 شوف. اوكي وحش بيكر وحش بيكر. دفاع دفاع قوموا من النوم شوي. فكرة تسديدة. لا 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 يعني ما ادري الدفاع الدفاع خلي يقوم شوي. اوكي قال بنت بنت حلوة. يلا ويلر 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 يا سلام. 2-1 2-1 2-1 ليتس جو ليتس جو. الكرة بتتخلص قبل ان تاتي الخطورة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. يلا 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 ويلر 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 تعادل. يا سلام ليتس جو ليتس جو. وحش 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 وحش. الله عليك يا ويلر. 2-2 يا بالتعادل. الله اكبر الله اكبر ليتس جو. وحش ويلر وحش وحش وحش. اوكي خلنا نشوف مع مره ثانيه. الله عليكم الله عليكم يا فريقنا. شوف الكره عادت لبنت بنت لعبها لويلر ويلر تسديده في الشباك. ينطلق بالكره نحو المرمى.
اوكي، باصات لهم تسديدة. والله حق مديد فوق، يا الله مد ايديك فوق شوية يا بيكا، مد ايدينك اثنيناتهم مو بوحدة بس، اثنيناتهم وبتصد الكورة. تسرع فيها وبالتالي ضاعت فرصة الهجوم المرتد. اوكي الكعات، يلا بنت بنت بنت، يس يس تعادل. الله عليك يا بنات، الله عليك يا بنات، وحش وحش، اوه ماي جاد. تفكر بينية من ابراهيم فؤاد، بنات راح تسديده في الشباك. الله عليك يا بنات، الله عليك يا بنات، الله عليك يا بنات. فتتين برا، اهم شيء ما فزنا، اهم شيء ما خسرنا، اهم شيء ما خسرنا. الله عليك يا بنات، سجل علينا، سجل لنا الهدف الثالث. بالنسبة لي التعادل ما كان يرضينا بنسبة كبيرة، حمل لم هذا التعادل احطه على عاملين، الدفاع وايضا اللي هو الحارس، حارس يعني في كورتين ما صدهم بالنسبة لنا. فام يا حاليا نحن في المركز الاول لا نزال. خلينا نروح لمباراة بارو اف سي، خلينا نشوف مركزه، مركز 16. نسي سكيب قبل ما ننهي هذا الفيديو، فزنا 1-0. ويلر سجل، ويلر الحين هو اللي يسرق الاضواء من لعبنا اللي هو ابراهيم فورد. ف يا لا نزال نفس النقاط مع فريق هذاك اللي هو كارلايل يونايتد. نروح لبريستل روفرز اللي هم مركز 16 ايضا. فام يا حكا سريعة، نشوف هل بنفوز ولا لا. ان شاء الله نفوز. فزنا 2-1، انجرام وسيمونز اللي سجلوا. فام يا كذي ننهي الشهر اللي كنا فيه، شهر اكتوبر. فام يا حاليا خلنا نروح لشهر ديسمبر الشهر الجاي، وحلقة الجاية ان شاء الله يا جماعة بنقدر نروح فيها الى سوق الانتقالات الشتوية. فمتمنى انكم تكتبوا لي منو اشتري من اللعيبة فيها. فام يا خلنا نشوف ترتيبنا في الدوري قبل ما ننهي هذه الحلقة. ترتيبنا في الدوري، نحن المركز الاول، 12 فوز تعادلين وخمس خسائر، سجلنا 37 هدف وعلينا 22 هدف. ايضا خلينا نشوف ترتيب الهدافين في الدوري. الحين عندنا بين يعادل فورد، ويلر حاليا هو يعتبر مسجل 9 هدف في 18 مباراة. خلينا نشوف هل بنات موجود منهم. لا بنات مو موجود. فام يا الها وصلت الفيديو، اتمنى انكم استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معكم عمر وكابتن مارت، مع السلامة شباب.